علاقتك مع صندوق النقد الدولي هي الجديدة الآن، ودي مش أول مرة برضو تتعامل مع الصندوق. تعاملنا معاه قبل كده في فترة التسعينيات، أما مرينا بظروف مشابهة، وكان ده برنامج متكامل بدأ في الفترة السنة المالية من 90 و 91، واستمر لعدة سنوات، 4 سنوات تقريبا. وكان غرضه مماثل لما نقوم به الآن في مصر، انه اختلالات في سعر الصرف، زياده عجز الموازنه، زياده الدين العام، واختلالات في ميزان المدفوعات.